قناة أصوات من نور تقدم لكم هذه التلاوة النادرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة في
الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال والله بكل شيء عليم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها
لها كوكب دري تعقب من شجرة مباركة توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة المصباح
الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من
يضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا
حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفيه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لج يغشيه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يريها ومن لم يجر لله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير
ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى العدق يخرج من خلاله فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برق يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم
صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى العدق يخرج من خلاله فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برق يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار
النهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خالق كل دابة مما والله خالق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع
يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم.